عندنا في الوزارة تم عقد ورشة عمل يوم 16 سبتمبر الماضي بحضور السادة مديري إدارات الأزمات بالمحافظات للإعداد لمجابهة مخاطر السيول، وبعدها تم إرسال كتاب دوري من معالي الوزير اللواء محمود شعراوي رقم 218 لسنة 2018 لأصحاب المعالي السادة المحافظين بشأن الاستعداد لموسم السيول. بالإضافة إلى ذلك تم مرور لجان على المحافظات زي محافظات البحر الأحمر، سوهاج، إنا، أسوان، مطروح خلال فترة من 29 سبتمبر 2018 حتى 16 أكتوبر 2018. وبالفعل كمان يا فندم تم عمل تدريب على مواجهة السيول بالاشتراك مع الدفاع الشعبي في كل من اسكندرية والأليوبية والفيوم، وإن شاء الله هيتعمل نموذج محاكاة زي ما حصل قبل كده، هيتعمل على مستوى المنوفية برضو من 11 و12 11 2018، وهيبقى في أسيوط إن شاء الله من 25 و27 11 2018. بالإضافة إلى ذلك أحب أنوه على إن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية للتواصل هي 27 95 78 37، طبعا قبلها 02، و 27 95 77 87.